كتاب جمع الجوامع. نناد في الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء مئة مصنف في كتاب جمع الجوامع ذي الروج ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انت مسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام أيتمةً السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس رقم 56 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة هذا هو الدرس الاخير، المجلس الاخير، يعني في الكتاب السادس، التعادل والتراجيح، مازال غيون الكتاب الدورث دورتوايل ان شاء الله، اللي هو الكتاب السابع في الاجتهاد، يعني درس اليوم، مجلس اليوم هو اخر مجلس في الكتاب السادس اللي هو التعادل والتراجيح أغدي يقول بعدي من الكتاب أثناء في الدور إن شاء الله في الاجتهاد مازال يخدم غيد فين يعني المرجحات أولا في مجال استنباط الأحكام نركز كثيرا الإمام الشافعي هذا ربي فلاس اسمي خدم كتاب الرسالة كتاب الرسالة وهو أول كتاب في علم الأصول ذا شو يخدم العملية يخدم يقرأ القرآن يقرأ السنة يسفغد القواعد درس الكتابة القرآن والسنة وفتاوى الصحابه وتفسير علماء الصحابه للوحيين ام بعد استخرج القواعد القواعد الاصوليه التي تمكن المجتهد من استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه مردين الأمر للوجوب مثلا هي قاعدة أصولية الأمر للوجوب مرشيني غير الواجب إساء تعريفات ما هو تعريف الواجب هو ما أمر به الشرع على سبيل الجزم واجب هذا شني رمضان حكم رمضان واجب في دليل الدليل الذي دي ربي دينان كتب عليكم الصيام يعني فُرِضًا لمس فهم؟ هذا تعريف ما أمر به الشرع على سبيل الجزم أي غير خطر هناك أوامر شرعية لا تفيد الجزم ونهضر في مسألة الأمر ماشي دائما يفيد الوجوب صحيح يفيد الوجوب ولكن يفيد أيضا الندب الاستحباب ذكرنا نصوص, ربي نصوص ذكرنا نصوصا النبي صلى الله عليه ديني يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هل هذا على سبيل الجزم الجواب لا لانه اذا اكلت من من غير الجهه القريبه اليك ليس لست اثما بدينار ربي سبحانه فاكتبه في سوره البقره الايه 282 يا ايها الذين امنوا اذا تَدَيِّنْتُمْ بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هل المراد فاكتبوه هذاك على سبيل الوجوب؟ لا على سبيل الندب يعني آه الى اخره اي غير الى تعريف نظن للواجب ما هو التعريف الثاني هو ما يثاب عليه فاعله ويأثم تاركه تاركه يثاب فاعله يأثم تاركه وقد تعريف نظن الوجوب يعني الواجب ما يخدميث فافيس يسعى لاجر موثي خذيمة ريسعى دنوف هذا ما كان ربي قال الصلاة وآتوا الزكاة تفيد الوجوب تفيد الجزم بالتعريف الأول تفيد آه في المعنى الثاني اللي صلى وزكى عنده اجر واللي ما صلاش وما زكاش عنده اثم هذا التعريف اذا ذا شو ذاك الشافعي ماذا ما فعل الشافعي وغيره في كان التعريفات في الحدود في أغد... بالمناسبه من روائع ما كتب في في الحدود الامام القرافي الامام القرافي عنده كتب رائعة جدا منها كتاب الحدود عنده كتاب وكذا ابن عرفة أيضا ابن عرفة يسعى كتاب اسمه الحدود ذاغ الإمام القارفي يسعى كتاب الفروق الفروق الإمام القارفي عنده كتاب اسمه الفروق مهم جدا عنده كتاب الذخيرة عنده كتب مهمة ابن عرفه كتاب الحدود في دي غديني ذا دي شو خذ من وجدك مسنونك غران لقران غران السنة غران فتاوى والصحابة كذا كذا جمع عندي كسوف غنا غدي خلاصات قواعد ضوابط إلى آخره ثورة دنوغال التعادل والتراجيح مادام وقيت الدرس الأخير في الكتاب السادس أه إذا في كي يغيد تجدين السبكي تقريبا اكثر من ثمانين مرجح لو قال في هذا الكتاب السادس في يضيف ذلك سابقا كي تحدثنا عن الحقيقه والمجاز يعني الحقيقه والمجاز ولا شك أن الحقيقه مرجحه على المجاز فجي مرجح من المرجحات آه الخاص والعام اللفظ الخاص مرجح على اللفظ يعني هو مرجح على اللفظ العام وهو مرجح في مرجح ومرجح اللفظ الخاص مرجح على اللفظ العام صافي لنت يعني اقولها باللغتين ذكر تاج الدين السبكي العديد من المرجحات في هذا الكتاب اللي هو الكتاب السادس تحت عنوان في التعادل والتراجيح ولكن ذكر مرجحات اخرى سابقا في ثنايا هذا المتن هذه فكره باش أنظر لي مدينه اكثر من ثمانين معنتها وزعها، فقط في هذا الكتاب ذكر العدد الأكبر. في كتاب ثقي، الكتاب السادس، تجدين سبكي، يظهر دتاس المرجعات، يغرفالن ذي غرفالن، يصفسي ولكن ذا قفل السا ذي دروس النعدان، يظهر غدي وياض. تشفى مذنو المثول اني ما كيني مطرع ذات يتبانو سجن استكاث الى اخره ذاك الحقيقه ذا المجاز ذا الكنايه يتبانو سجن السكاث ما تفهمت كان الظاهره ينس ذا سجن الهوى ذايا مطرع ذات سوث ذا كيف كيف مطرع ذرع ذا اتوث اتوث الهوى وكيف المعنى ولكن الى المعنى النظن لان المعاين يظن ني غون داي اثني فهم سي ونس انت قبايلي موثي السينور يفهم انا مصر عاد تسوس معناتها في في الاستعمال النغ اثن استخدام مين كاين النظام التفضي مثرع ذا ساس تحزن الفرح الرعدة نتسى سلفرح نص القرح أتوث ذا شو ما ضرع ذا أدفك أتصرع ذا تجنوث أدسرحي لهوا ذا مان ما ضرع ذا ذا السا ذا شا أدفك ذي مطاون ذي مطاون ذي نيمي ذي ثقبي لي سخدمنا ولاقي أكيني ما ضرع ذا أتسوث نمس ما أتسوث صافي المعنى يس إغرفالا أتصد يفذر تاج الدين السبكي دي الدروس اللي ذا شو ذي الكتاب السادس عطاس يديفذر يعني مركب بشكل مركز عطاس التمثال يديفذر ثورة آه اذا علماء الاصول علماء الاصول يغرد في الشافعي خطر نسيدا مزوارو اذا نسيدا مزوارو يدي السفران ثيكثاف من الرسالة وقال لك يكون نظام وسنن بعد ابن الحاجب صاحب الورقات الامام الحرمين الجويني يكوي المستصفى الامام الغزالي وكذاك وتاج الدين السبكي وكذاك بعد ولكن كن فنان ثم سنين سن فين يكتب الامام الشافعي في كتابه الرساله انكمل في هذا المجلس تمري لي 56 وكونه على سنن يعني القياس ذكي القياس يركز في الاساطاس ولم في الدروس اللي نمد في اركان القياس بعد قوادح المسالك العله قوادح العله يركز في الاساطاس اي خطر اطاس يغرفالا يستخدم تاج الدين السبكي في باب القياس ذا شو دينا قال المصنف وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله والقطع بالعلة أو الظن الأغلب وكون مسلكها أقوى وذات أصلين على ذات أصل يعني طريقة ينسي خدام طريقة يعني قوية جداً إذا شو كيف غادي يني العلة هناك أنواع العلل ثلا العلة القطعية ثلا العلة الظنية ودائما نكون ذي الشهادة النغ أدي راح يونك أفكد شهادينك أمشي رد ينطق إني نغ إنايان الشهود فيك ولا ينطقي ييني أدفك الشهادين أكا 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 بيقين ورسالة الشك فيك ولا حين الله الله أعلم كذا وكذا ما ثو عيطيت ضرب اللي ذي الشك يشفد شوية دي كل يعني بيقين ذي العلة الأمثلة يدنفذر في مسالك العلة لنت الأمثلة القطعية تماما لنت الأمثلة نغل العلل الظنية شو يبغى نلاقي ذاكي أدي العلة القطعية راجحة على العلة الظنية ذكوين يعني قاعدة الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فقد في القاعدة ذي شرعي ثلا بعد وسنت القوانن فكانت فكنت سازال ذي شو تطبيقات القاعدة يجي منها منها الدينيض الفلاني سمحتي أرض الغاس حاجة لكنني الأصل استرضي الضارة الأصل ذمته بريئة سوى ما الدليل الذي يشغل الذمة الأصل براءة الذمة وزما داو داو يو يونا كي تسلس راسي الفاني 200 مليون يا بس العقل عني غنتقد كان سنة الدوال في كد الدليل اي غير تولي زمان بوسا الى قد تهضر النوتير داو الكاغو ريكونيسونس دو دات خاطر لو كان ما ولاش تاقي ايه قنا اللي دي ضيمي وني دينا ديني نمس فاهم. ولكن احبس اي ما ولاش الدليل ولاش الكتابة حاجة مكتوبة انو غير سين نظن الشهود الاشهاد لماذا الشهود؟ الاشهاد دليل اثبات الاثبات قد يكون بالكتابة مكتوبا قد يكون بالاشهاد ان كان ذينم يا ربي سبحانه واستشهدوا شاهدين يفدرغ في الشهادة بصورة البقرة الآية التي ذكرتها الآية 282 إشهاد إلا الإقرار ما إلا يستعرف استعرف أكين كذا وكذا الإقرار لن القرائن في كذا مذكورة أصلها في الشريعة القوانين إي وين تنت إي الكود سيفيل فرونسي قانون نابليون من بعد يخدمي انت خدمة تنت مليح العلماء انسان من بعد تنتي دين كوني سي بو ساتفضل كل كود سيفيليا في العالم تقريبا هضر في المساله بما فيهم القانون لا لوا سوسونت كاز سيكونت قانون 85 75 85 المعدل ومتمم يهضر في كذا يعني طرق الاثبات يهضر يعني في الاسد الكتابه الاشهاد القرائن الاقرار اليمين الى اخره من قد انظر باللي الاصل براءه الذمه إما إيه ينادي التهم وايض البعيد نغ سحاجه آه، ادس القاعده يقلتها دايما الاصل براءه الذمه الى إيه قد ويض الدليل القطعي نغمول خاطي ما يبض غير تهمه سلاذا القاعده النظام تبنتها القوانين الجنائيه في العالم عموما آه يقول لك كل متهم بريء يعني انوسان حتى تثبت ادانته غاسي تتهم ما ذي قيم بريء إنوسون حتى تثبت إدانته ألا ما دوس الدليل القاطع باللي ذنتها باللي خدميت، خطر ما ماشي ياك ثرويث بروي ما الا عاش ولا الشك الشك ولاش اليقين آه. يفسر لصالح المتهم ايه ذيني قال عمر بن عبد العزيز يقر ان يخطئ القاضي في العفو افضل من ان يخطئ في العقوبه للجوج القاضي خير يغلظ ما يسمح يوين من ولا ذي غلظ اذي عاقب ونس نخذي مالا تلها فرضا مش تسقم الدعوه مثوار ديال لابلا ديال دي دي الواقع داين النظام الهضر شويه قال خاطر ما نستخدمش في كذا كان نسلكاك بخير وعلى خير اما الا الحياه ناو كتبنا في الشك ارنو يا سوال اه الفلاني على بالك تفنت اكنا راه ديني طفنت لو كنا نسرح ووان اه مادام طفنتي هما انا آه نشوف غد لي جوجمون قولا دي فال جوجمون ماشي ولا ما ثرويث بروين بروي خاطر الشريعه ماشي كان آه انا رجوع رمضان مرحبا يسلع السلامه سان الظل نظم لا مازال النظام في كذا الدنيا كي كوارنا اكثر توازا مشي ان بعد وينا يوم القيامه كي هذا وراك الحقي واك هذا ورد الحسن هذا تظل اثنين رمضان وان يلا زيدونيس دوني تخدم في تير ثورا هذا الحقي كومبلي هذا هو المفلس ثقي وجه من وجوه الافلاس الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حنا قال من المفلس انا ذا المفلس اذا سد يوم القيامه يزول يزام يخدم الحسنات وكذا ولكن قد سب هذا وشتم هذا واكل مال هذا الى اخره بعدين لما الحسنات إذا غاث نتاوين وين دكوفرينغورس داشان دكوفري دا تساون شويه شويه لما يقيم ذاكني وحدس المساله ليست بسيطه لذلك القواعد كي والحمد لله انه القضاة لي جوج يقلن في التاريخ الاسلامي اكن ملان ا مودي لا مليح رفدو انت بغاوا هدف فضرض القاضي ابن خلفون يغراث هاد فضرض شريح القاضي عرف أدفذرض تاج الدين السبكي نفسه تاج الدين السبكي قاضي صاحب الكتابين القاضي عبد الوهاب البغدادي أيضا يقول كل القاضي أبي يوسف أبو يوسف ذم من أبو حنيفة أول من لقب بقاضي القضاة لو قردك أن أمقرانك القاضي اسمه أبو يوسف صاحب كتاب الخراج يعني وكذا قيد ذلغن مقرانا ذلغن مقرانا غرانا كل شوالك خطر يغار باش إذا قد يستخدم الأدوات في الدنيا عمر بن عبد العزيز الخليفه ويس خمسه إنه يخير القاضي اذ يغلظ ذي السماح ولا ذي العقاب يعني اذي السمحي وين يغلظ يغلظ القاضي ولا ذي القاضي البشر ولا غادي يغلظ يعني اذ يعاقب وين إلان إنسان سيقف الغيون سبع سنة يشمل حبس بعد يود البراءة السيد يعني سبع سنوات ذي الحبس يبيد البراءة نورمال من بعدها فما شو تغزيفت إنك فرنكي نمي سبع سنين جنيه ذنبي يرنا روح نتسديل وقتني نتمزي أبي بري 32 سنة مع انتها يخربس كل شيء إنه يكثورا ويدي قيم وفعلا تصاروزي هو كيف المثال وده نظره في الأنفيلة أتصي قلها لذلك مسألة القضاء ماشي ذي نسلم وربي يعلم أو يفن أو يفن في مسلقين تشرعي في لقد توسنن تمليح زما ديني ونا اي غرا القانون واحد ما يكفيش ما تبغي هذا تسقم والله ما يكفي لا يكفي صحيح المهندسون الكبار خدمة دي موديل لي جوريست هكا يوسن لي موديل مشطاح مدخل الى الشريعه انا كذا انا ولكن لا يكفي القضاء العادل يحوج تصن الشروط إلى يوم الدستور اللي يخدم عمر بن عبد عمر بن الخطاب بيك شكاع ثبرات الى ابي موسى الاشعري اسمه دستور القضاء يفقد اصول القضاء العادل وما ديش معك في نادم ذا شو خدم من القضاه في ذلك الزمن المشرق سيخرج بخلاصات مهمة جدا تعينه في التحقيق التحقيق يخدم مثل جوج دانستركسيون مالي تحقيق التحقيق نقاضي الموضوع نا كل قضاة يعني كل يوم ديالنا بروكيور كل يوم ديال المجال الخدمة تجهد مليح تجهد مليح سمحتي خدمة لابارونتيزاكي لأهميتها والقطع بالعلة أو الظن الأغلب وكون مسلكها أقوى وذات أصلين على ذات أصل العلة إكس أصلين تسعة سن سن تركيزين خير تين هي سن تركيز لو كان مثلا السفر القصر القصر في الصلاة ما علته المشقة أو السف أو السفر ما ثنض المشقة يا أخي سيد سفامة يقول ما يسافر هذه سافر أكثر من 80 كيلومتر لو قد 83 84 اختلاف بسيط أدرني 80 كيلومتر أتروح السيقع الزون سيعزازقع الزاير ذا مسافر تفغل سياقي في 12 ونص عندك في الحال مازالك شي مطهور عندك دكت في الحال الزال طهور سنه من الركعات اثر نوض العصر سنه من الركعات ولو كان كي تفضي فريحه دقيقة لوس ناثب الظرق الزال ركعتين ركعتين ذي ين شو تخدم التوارد تجمع بين الصلاتين بين الظهرين خطر الطهور ذو العصر اسمي سنت الظهران المغرب ذو العشاء اسمي سنت العشاءان يلا تفضل سياقي تناشونس سلحيض شوية تعدد شوية تفريحه يكشم الطهور وقت الطهور إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب الموقوتة قاري سورة ما ضل ظلم الشيخ ظل فيرن الشيخ ظل أربعة ما إلا وحدك الشيخ الظل ديجا ظل ركعتين طهور النور كعتين العصر يكفى شغلك روح بالسلامة سورة ذا المغرب كفض شغلك ديال زير دي يدن المغرب ظل المغرب ثلاثة أرنو العيشة ركعتين ولما يطفي كي تيزي المغرب 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 أرنو ياس العيشة ثلاث ركعات الدوض الضرازاز قاسا خاميك ما زالوا أريد العيشة العشاء وتسعى وذالا غير فيه الدين ظمي كقري سخامي مازال يدي <applause> العشاء اكن الزور تي داين ش سيرد فافور رخصة اتسني يفيك اي غير دنيا كوا مسلاقي مي دنيا دون كي روح كليماتيزي ورعي غارة ما تشين تي قنهران بالك ديال الكار بالك تبيضا شوفوري وي قنهر طوموبيل ادير كي رعي غارة ولا الشقة المشقة ولا شيت أشينيغ المشقة ليست علة يقاس عليها المشقة ذي العلة التي يقاس عليها قابلة للقياس هي السفر خط المشقة ولاش الميزان إذا ما تروح ذي الكار ذي ربعين يدون دي الكار بلك تسعة وثلاثين ورعينا را يوني قايان ونزمير را سنيني شيني كان ريخذ من القصر ونزمير را خطر ذا شو الميزان المشقة بلك انسا دوريجين جين يا ايا لو كان ذي روح رفري هذي ايو نغالا يخلال وقاذني يا ايان اديك الصباح يا ايا يكرد في ال11 يرنا يعيا السلام ثقي يا اخي السلام اي غريب فلاح نزيك شرهن تيفني انت شرهن انا قاعد يتصاصم فريا خاطر الصحا كي زيك شرهن كرد في الفجر كرغ ذو الشغلي حمل انثان الصباح نصبح لا لا تصدر من السبعه كاينين يمسوقن وانسي السوق خاطر تربين الغشي في ثنكرة الصباح وكذا يرد ديك البركة أما الشرعية ما تقبيلي أما ذي الشرعية ما تقبيلي ما يكرد في الحداش يرنا يعيا بس يونان جون إليك إن كين كرد اللحداش يرنا عييد في غيغات الصغر نغاس نورمال باسكو كي يغارس تصدل ميث عييد أسمي إذا باسكو تعيض ماشي سي الخدمه سمحتي في لابارونتيز هاكي صافي المشقه المشقه لا تقبل القياس خاطر مولاي شادين غير لافيون لافيون كليماتيزي حاصل حكي لي غير تقصر نورمال زمان زيك وقال يلحون في الغمان نغف زوايل سي لوجيك ذا زايلا ذا غيول ذا آه، ذا الغم يكون نسعى الغم نسعى غيال نسعى زويل نسعى يا غير حاشاك وما خاطر ولد قرارة مفهوم وكذا كيد تنكون صحاب ذرار يعني نورمالمون نسن القيمة نسن ياه، بنان الجوامع بنان تفلسنا كي الجوامع ديما معمرين، يخامن نغدك باش تفكر خاطر وقال قاري دي قرا دينا غيول قادين حاشاكم قرا حاشاكم غيول عادي الزيله ذا الغم الى اخره الصفات اللي هو وراء الصفات فيريسنت الصفات سيكادني التي يعلق عليها اذا المشقه ليست عله لانها ليست وصفا ظاهرا منضبطا متعديا ولاش الاوصاف هي العله ولا شي تندريس اما السفر اه ذاك 80 كيلومتر 28 كيلومتر هذا مكان صافي كينا الشيني اخدم القصر عادي وثقي علة قطعية لانها احتوت على جميع أوصاف العلة الشرعية يكمل الناد وقيل لا ذاتية على حكمية ذا شو المعنى الصفة الذاتية مثلا في الربا الربا الصفة ينس؟ ذاتية الصفة ذاتية ولكن أذر مني الصفة حكمية هذه الصفة لي الدسنسين سنسين مئة ألف مئة ألف

أكرمكم الله هذا قد أكرمكم الله يزن شراب مية ألف وين مية ألف سمزور في الحلال مية ألف د الحرام، ذا شو سيف الحل نغ الحرمة ذا الفعل بيتي سي الحلال وكي بوش الحرام سي زانتيري ذا معلم لا يسكر ذريمن من ثاكي الربا صفة ذاتية الربا ولكن آه غ يغ مئة ألف نزمان تسريحه لو كنت تدفكه حين يغ سريحه اسكو زمان السريحة حظ دين ثقيد الحلال ثقيد الحرام اسمي ضرر اسمي ضرر لذلك ثقي حكميه العلينس حكميه ماشي ذاتيه ان شاء الله صوت غد الصوت غد المعنى ادرنوغ اين النظام مثال نظر وكي الشمذ ذا لي بونك التعامل لي بونك مادام واضح كنا سند نهضر شويه ف فين المعاملات البنكيه مثلا أه الشيني الشيني تروح ما داغم طوموبيلات الشيني تروح توفيض طوموبيل البنكه ثوغيتسيد البنكه الزنزايت ثوغيتسيد سميتين مليون الزنزاك 940 مليون عادي شد ومد في كاضي ذري البنكة تعاوني كيد آه يعني ثوغك تيد في الزنزاك توقي قانس المرابحه يعني ثوغي تيد الزنزيت شوف هذا نورمال الشيني خاطي في الفوضيوس الطوموبيل نظن ولا شيت ايميل لا ستيليفون ساولنا ثنين ثلا مي ماشي ذيك ثلا أتسان برا غير البحر سلكواغض كان أجد في كان كواغض باللي أوغنيك طوموبيل وكذا مي أوغن طوموبيل زنزنيكت التملك الحقيقي والحكمي ذي المثال مزوارو البنكا يحسب طوموبيل الزنزيت يعاود الزنزيت إكسفيتس حقيقة يعني قرنس الحيازة الفعلية ما قرنس التملك الفعلي أتسان طنبوبيل ثان البانكا بعد الزنزاكت يوغيتي شيني لا الشيني ولا شيت ولا شيت ما مازال تكسب فعليا وتصطفر يجري نيس. تطيف كان الكاغل الكاغل بلي زنزان ستيد ثورا نسى يروح مرتاح شينا من الشك اه شيني يمشي هكا كي يمشي من الحوت ديال البحر الزنزاك الضيور ذقني إذا ما يخدم التشويش صافي الحرام خدمة الحرام خاطر تورا ذي المعاملة تبوسة باش نعيش الزمن عن تورا والزمير ترى البنوك خطر من الناد إلى قتيل الحيازة الفعلية أشينا طف كانت قواليك ماشي كان لي بيس دي طاشي نا طوموبيلات مي السوسع لي زافيون صافي معنى ما البنك يكشيني إلى قد سعوض شحال الصحراء تفضك وحدك أدرار توقر تورقلا حاسم سعود بشار وقيك ذا الباركينج ينك يكشيني باش أداوي ذاك السلعة ياك أرنو ذا يا البنكه ما داوي ذا ما تضمض ولا ياغن يغن ولا كي يغن حي السوق يسعى الميزان السوق يسال الميزان ولا يخدم الناس سمحتي الخفاف يزرع شحال يقدر يخدم يزرع له القاوي غادي يخدم اربعه القاوي غادي شويه غرس هكا واش تقول ما يحوج 700 ودي يخدم على هني ما يخدم 7000 انت خفافين واقيك الخساره إذن الى الميزان على حساب الطلب على حساب السوق شويه حوايج وكيد موازين اقتصاديه سمحتي خط خطر العبد يكون وسوس المخيس اثيك الشم الشكي مباشره لكن البنك آه لا تكتسب لا تمتلك فعليا صافي ملا زنزي الهوى صافي ذا الحرام الى اخر الى ان شاء الله من فوق قال قال فتحان الديبا يعني ما تبغى الحصه كامله عند ديبا اوفير يعني هذا له حوار مفتوح باش نسقر ليش لذلك الساده المالكيه ذني ثني فيهم زوير ذوك الساده المالكي يعني فقهاء المالكيه نالت التملك قد يكون فعليا وقد يكون حكميا اما كنت قلت لنا عندنا الاستطاعه باش هاد الحجه الا لقيت ثلاثه الاستطاعات زيك الا نتسنى ثلاثه ثلاثه زيك مغار زيك مد حجه حجه راه الشغل اللي الا قد فضي القرعه الا قد يبغى دي حجه دي حجه خاطر تروحون في فوضار تروحون يوعر الحج زيك سبع شهور سكوس باش هاد يوغال وين هاد حكاينا يوغال ديما سو تعقيل راه يحجد يمس راه الشمس تروح سلافيون اربع سوايع اظن خمس سوايع ثاني يبوض دي حوج دي يوم الترويه شويه هذي يتعجل تعجل ايام تشريق هذيك الشمس السلام عليكم سبع ايام ثمانية ايام يوالد مخلف ايغدني غا ولاقي باش ادينيغ باللي الاستطاعة ثوره يجب وين يسعان اذريم يسعى ثاز الى قد مولا شي سعد نوف خاطر خمسه تركيزين ديال الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله فظليت العشر رمضان الحجر بيد لمن استطاع وين الزمر طيب شتيني الزمر اد حجر مود حجر سعد نوف ونحبس حبس ذاكي ها ثان شمتي الثلاثه ذا شوت اسميس القرعة تسقر ثي يا ثنت الشمد ثي أدي أظن غير سعير زمرغ من مدى مسود في ذي القرعة وسيغضارة باسبور الحج وسيغضارة الفيزا وكي تحسب ربي أي غر خاطر ثخوص ثلاثة اسمس الاستطاعة الحكمية آه ذاتيه على الحكميه يعني العله الذاتيه آه مقدمه على الحكميه والمتفق على تعليل اصلها يعني الاصل اصل المتفق على تعليله وكي ارجح المرجحات المتفق على تعليل اصلها والموافقة الأصول يعني لكثرة الشواهد توافق الأصول أشيني قيام الليل الله أفضل الصلوات بعد المكتوبات قيام الليل صلاة الليل وناخذ من قيام الليل لا في من العيد ثم قران ثم شطوح شنو يجوز؟ لوجود أصل القيام وإلا الإنسان لا ينشغل بالقيام أزكى العيد تترى القيام الليل وكذا ساعة العيد ساعة العيد ساعة معناتها مشغول والشرع لا يكلفنا ولكن الفقهاء بالجواز لصحة أصله اللي هو دعوة إلى قيام الليل في حديث كثيرة وما ثبت علته بالاجماع فالنص القطعيين بمعنى امي دي زور بالاجماع إجاء النص لويسين. السين ازمه الانسان يتقلق يا اخي مثلا ازمه سيسي غور هيون اهيني كذا 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 سؤال اصير قال الامام مالك يناد الامام مالك اجابه عن السؤال ازمر هذه مخلف يدي اشيني اني دا شو دينا ربي ذنبي ولد قرا شو دينا مالك مشكله مشكله تسمى مخلف مسيره ثورة ما ستمسني مولاش تروي جراون مفهوم نسخيني السفر اني دا شو دينا ربي ذنبي شتني راه سينا الامام مالك شو سينا وينا انا سينا الامام مالك خاطر الامام مالك يقسنا والله ربي يدن في خيري وقال الامام مالك لا يفتوى مالك في المدينه امام دار الهجره ولد بالمدينه عاش بالمدينه افتى في المدينه سبعين لي بروموتور يسيف كان الفيزا باش يخدم الفتوى سبعين واحد صاحب الموطأ اي الدنيا دنيا من زرى باللي الامام مالك نظر في النصوص واستنبط هذا الحكم تزداد اطمئنانا تطمئن خطر وين يسن يزرى اخيري اخيري وخير نغيّاكو خطر مي من سمي تي دي الفتواتي ديفكاري السقروس مي وراء القرآن والسنة مي الله الدين ينطلق الكتاب والسنة مباشرة أحيني غرشو راجع ما قاله الأصوليون ولكن وما ثبتت علته بالإجماع معنى الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على حكم معين بعد درس الشينة فالنص النص مؤخر خطر يغديه الضرب بلغة الأصول صحيح ما إلا ذي التعليل الأصل نقول كلام الله من الشيخ ذي الجامع بكي الخطبتين أديو الموضوع مثلاً أديه ظرف التقوى. الخوف الربي. لكن موضوعنا التقوى. اول حاجه ديني اديني ما معنى التقوى؟ اسيدي افهم بعد ديني؟ قال الله تعالى الايه التي يفتتح بها في الخطب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال في ايه اخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم. الذي خلقكم من نفس واحدة وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال في آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد على السنة اتق الله حيثما كنت وهكذا طبيعي ولكن هذا الترتيب ذكره المصنف فيما سبق ألم يسبق بالكتاب نسى أصلا ذي لا ميثودولوجيك خدم نسى يزور في القرآن يزور في الكتاب معناتها يون ميلوري كل كتاب كامل لكن شو تيبين؟ أمشي النص يؤخره أول ولدي روح العقل هو هو لم يؤخره ذكي أخره خطر يجب أن يؤخر خطر ثاندي التراجيح ثاندي الموضوع ويض في التعادل والتراجيح في التعادل والتراجيح معنتها انتهى الطف كان شو يدينا شفا في فينا عندنا كني ميد في, في ما مثلا في علم الفرائض انك زيد بن ثابت اي غدينا زيد خطر في ديننا افرضهم هو زيد بن ثابت نساي شوف قاعدة نكونون زميرات اذا في القران واحد شفام فين كنت نحكي في المنبريه الشفاهم يا سي اخي الى ما مات مات رجل وترك كيد كان ترك زوجة ترك بنتين ترك ابا ترك اما ساكن المسألة المنبريه بعد سميت خدمنا عول المسألة ذي الزمان نعلي بن أبي طالب أديني إذا شين لوكت الشمضي وتفضارة شين فكيد كان دليل العول من القرآن والسنة لن تجد ذي المحال تفضارة ولكن ماذا حصل بعد ذلك إجماع في عهد عمر بن الخطاب أصلا ثانية قبل أن تحكي عن علي بن ابي طالب المنبريه فضل المساله المشتركه ذي زمن عمر بن الخطاب اسمك شاور الصحابه منهم زيد بن ثابت ان اعيلوا المسائل اعيلوا المسائل ثاني شبي ربي تحكي غارس دعوذه زدران عهد عمر ثم ثيوث سجاد سنة تيستمثين سجاد الجزيز

لماذا إيه داس انت... ان كنت... تي ستماثين لدو سور اشين ت كنتي تي ستماثين انت يموتنا كنيه اشحال دينا ربي هاك آه زويرك ادير اشحال دينا ربي امشي راس تي دو تيير ربي دينا هذه دي سوره النساء فان كان نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك

وجي يظهر في زمن عمر بن الخطاب ايه في ناسينا لا ادري ايكم قدم الله وايكم اخر ورزر ويك زوار ربي ورزر ويك سكرا ايه هذا صحابيك وقف ذو إيه القرآن بكر صدقنا ناس ما معنى الكلاله فيرسي 166 سورة النساء الآية 176 صح شو سينا؟ نيس وصلي أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كلام الله بلا علم فهم شو مش تسهبين ذي شو ذا شو ثي اري راي يذلن راي يغمن باش ادن تقاغ ادينيغ ذقوى لربي هي تفسر غنكيني وقيد بوبكر الصديق نكوني ثورة تافضي ونحيني أغ... قال الله قال الرسول كتاب السنة هي ثمثل مدني غير والذي يوزران ده هي دينيغ من يغدو لك ربي يعلم ما في جرمي التعليقه التعليق دنيغ, دنيغ نحمل خصنا طاس يأكل لي جون غي عبد ربي تزال نشور الجوامع سلح مالا غي دنيغا ولاكي مي يا ثمثني وضمر ربي رجع في منون وري السهيلة وري السهيلة راه كان ما نستعرفش لا بالموطأ ولا بالامام مالك ولا بالشافعي ولا باحمد ولا بأبي حنيفة ما نستعرفش أضرح ديري القرآن والسنة يهو الزمر ده صراحة ديري القرآن والسنة فالزمرتي في بنو الزمير مي أشي يعرق وفريد واتس ذي فرداني وياض يرنا أدجد شوال الفثنة وذين تسيذير سورة ذا غاسيرتو ميلا الحلقه العلميه غافن سي الجوامع الله يرحم الشهداء هون حوايج القرايه هون حوايج يغالو قلمون هذا دي ما وما ثبتت علته بالاجماع وبعدين فالنص فالنص الفاض مباشره القطعيين لأن قطعيين <tech> <teenage�ell> او النص القطعي هنا هنا يقدم الاجماع وبعدين فالظنيين بعد بعد القطع دي الظني وقي, وقي يسمى في العنوان ترتيب مسالك العله يعني هذا الكلام يدخل تحت هذا العنوان الجزئي اللي هو ترتيب مسالك السنه وبعدين فالإيماء إيه الايماء ايه الايماء الا ده سيدي ربي اديفك إشارة فقط في القرآن السنة بالإشارة في الإيمان أفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل أديفك الجواب عن طريق الإيمان ولا يؤخر الحكم في الوقت أن بعدين في الصبر في المناسبة في الشبه في الدوران في المدينة الدوارة شو المعنى يس ديني معنى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقيل المقصود الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أما قوة العلة وترتيبها ثاني في مبحث آخر نسيت جاتني في الدوران ما صد دورا شو دورنا لا يقصد تجي لغة أصولية هي مفردة لفظة لغوية ولكن هي لغة أصولية في الدوران يراد بذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نكمل بعد الأذان أمشي بدقيق المدينة والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي ها ثان يزور تعرفي في الشرع مشكلة نظن صافي صفاشين كوني أصحابي ذورة أصحاب تعرفي كوني صفا فهم ما ولا جني ويا الشريعة حبس دين تعرفي اوكين فالور سيفو أي غر العرف في تعريفه الأصولي ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل ودسمت القواعد الضابطة الثابتة المثبتة والمؤكدة والضابطة المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة النظام المعروف عرفا كالمشروع شرعا قاعدة النظام العادة محكمة والوصف الش... الحقيقي فالعرفي فالشرعي لماذا قدم المصنف الوصف الحقيقي لأنه لا يتوقف على شيء آخر بخلاف العرفي بمعنى الوصف الحقيقي أرجح أديس بعد في العرفي العرفي أين في مسفها من مدن سمحتي مثلا ذوقين يعنان المكاييل المكاييل نكونين سن ومن قار القلفة جلبا. اسكتوا القلفة أن نستخدم قليل نستخدم كيلو نستخدم كي كيلو في سي كيلو والمترات أو الأميال ثورة سجل أفيون الأميال على بالك سلميلة بعدين يدفك لي كيفالون شحال كيلو اما كي نهضر سني مي نهضر في الزكاة نناد الزكاه الذهب 20 دينار اول كاع 20 دينار قبل 15 سي... القرون فهمن ميثورا خاطي خاطر تبدل نهضر راس الدينار ميثورا الدينار يسعى يسمو الدينار نو كي نق مي الدينار الذهبي في الزمان نصو ليكيفالون ستورا يونو دينار ليكيفالون 85 يعني 20 دينار في غاديني ليكيفالون كيون 4.25 أخي نخدم العملية 4.25 فوا 20 أدفع 4.25 أمشي كي دو 25 85 تسقي ما هي نصاب الزكاة تشيني 20 دينار نصاب الفضة أشيني 200 درهم ذا وفيهم ضروري فهم غارة مي ميل لا اشيني ليكيفالون يون درهم ليكيفالون ينس 2.975 فوا 200 ادفا 595 غرام مي دنيغ غرام نمسفهم يا خاكا اشيني ثلاثة اميال مستعد تفهم 17 ونص ميل مستعد تفهم سوى ما تصنض الحساب تصنض الحساب هاكي ماشي صافي غير دنيغ في مسلاقي القلفة القلفة تجون الزمور سل قلفة ثورا نواحي نغس الكيلو أثر مس فهم الكيلو كيلو سل وصف حقيقي أم بعد إما إلى العرف فالعرف معتبر العرف معتبر أمود هكا أوراون أوراون وفي غير الطول خطر يضيق الحال فالشرعي اجا الشرع اذا قالوا اجا اجا الشرع اذا قصيده باللي الشريعه لا لا فهميت بلغه الاصول المدينة وفي المتعدية والقاصرة أقوال يبغى ديني العلة علتان هناك علة المتعدية يعني يجوز أن تكون محل للقياس في فروع عديده وهناك عله قاصره غردنا اقوال خطر اختلف الفقهاء هناك من قدم العله المتعديه على القاصره وهناك من قدم العله القاصره على العله المتعديه يا افكي رساله ان مساج فهميث ذاين وقيس عن, عن الحجج وقيس عن الحجج وقيس عن ثلاثه نكمل الدرس بوصة. ثالثها سواء. ثالثها معناه لم يذكر الراي الاول ولا الثاني ولكن قال وثالثها سواء. معناه تتساوى العله المتعديه مع العله القاصره. معناه ثلث اقوال ثلث مذاهب في هذه الصيغه الموجزه. وفي المتعديه والقاصره اقوال. معنى فهمنا منك يا يا فلان يا تجدين سبكي هناك القول الاول يرجح المتعدي على القاصره والقول الثاني يرجح القاصره على المتعديه والقول الثالث ثالثها سواء يعني سيان يعني متساويه بعد شو دينا والاعرف من الحدود السمعيه على الاخفى مدينة الحدود شو يقصد؟ يقصد التعريفات ني غاندريو لكتاب الحدود خاصة لابن عرفة كتاب مهم فدراغد كتاب الفروق للإمام القرافي كتاب مهم ذينا نفهم باللي الأعرف من الحدود مقدمة على الأخفى منها بعد دي دي شو دينا والذاتي ذاك يقصد الحد والذاتي على العارضي والصريح والأعم يعني في تناولهم للمحدود المدينة وموافقة نقل السمع أشو يقصد موافقة النص الشرعي النقل مدني النقل نقل العقل النقل يراد به النص الشرعي واللغة اللغة مرجحة اللغه مرجحه يعني اللغه العربيه يقصد في اللغه العربيه ولكن القواعد من بيت كل اللغات فارومي الألماني. الماني الى اخره تانجليزي معني يقصد اللغه خطر اللغه اساس التفاهم لا لونغ ثم سليث المقل ذا شوذ المعنى بوال ذي اللغه باش انا مسفه واللغه مرجحة وطبعاً في قدقية كسان طبيقة القرآن والسنة إن شاء الله من فوق الكتابة جي. أدنوي نخدم شغل مش امتحان شغل شغل تطبيقات تطبيقات أدنوي الآيات والأحاديث أيوا نطبق ثورة ذا شون غرض هي علم الأصول كيف نتماع... نتعامل مع القواعد الاصوليه في تعاملنا مع الادله التفصيليه في الوحيين في الكتاب والسنه ان وموافقه نقل السمع واللغه ورجحان طريقه اكتسابه اخر جمله بها نختم أشهد إن سبحان الله حكيم والمرجحات لا تنحصر خطر للعلماء دينان خمسين مرجح لن ويظنن ثمانين مرجح ويظنن مئة مرجح نتسا كان تناول أكثر من ثمانين مرجح يعني إغرفال إكسخذم تاج الدين السبكي بعد شو دينا والمرجحات لا تنحصر إذا دين كيني ودني غير كلش خطر يزمر يا لا هناك مرجحات لا تزمر لا تلومه منهجيا هو قال اجتهد ند الله يبارك اكثر من ثمانين مرجح ولكن في الخاتمه في خاتمه هذا الكتاب السادس التعادل والتراجيح ان دول المرجحات لا تنحصر معناه لا ثياب وما ذكره على سبيل المثال افكي نماذج ما أمثلة سي دي أمثلة وبعدين ومثارها غلبة الظن يعني نتسى الغالب على ظنه ذيا ومكز زمرت ديني نفيد بعد شو دينا فكرة جملة مهمة وسبق كثير فلم نعده دقيق حبس وسبق كثيرون معنا قار اين دنغراو ذي مزوراني الحقيقة المجاز الخاص مقدم على العام في هذه كلها مرجحات إِنَك ذكرتها في ثنايا وقي معنى كلامي ذكرت مرجحات أخرى غير التي وردت في هذا الكتاب السادس إنها مبثوثة موزعة في الكتب السابقة إنك فلم نعده وستدعو ذرا ذي الكتابة وفعلا وستدعو ذرا ذي الكتابة وقد صدق يعني أين دينا أتسيذت أذفل لسيافو يرحم ثورة نكفى الكتاب السادس الكتاب يديث الدون ذن تسغي الكتاب السابع عنوان في الاجتهاد جيرومثال سلام ربي في اللون